أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، وكل عام أنتم بخير. اليوم هو الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1439 للهجرة. اليوم هو يوم التروية، يذهب الحاج في هذا اليوم إلى منى للمبيت فيها، ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع من ذي الحجة، يقصر الرباعية من غير جمع. ولقد سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الخليل إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل في تلك الليلة، وأصبح يروي ويقول: أهو أمر من الله تعالى أم حلم؟ وقيل أيضا أن سبب تسميته بهذا الاسم هو لأن حجاج بيت الله كانوا يرتوون فيه من الماء ويعدونه ليوم عرفات، وقيل لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى، حيث كان معدوما في تلك الأيام ليكفيهم حتى آخر أيام الحج. وقيل سمي بذلك لأن الله أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وكل عام أنتم بخير. وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.